السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حنا كنتواجدو في مدينة حد سوالم. اليوم جبت لكم على العرض اللي جديد تبارك الله ما شاء الله. غادي نعطيكم مولاي شقة فيها 87 متر كاري، عندك 3 ديال الغرف، صالون، سيجور، وجوج ديال الحمامات، والكوزينة تبارك الله اللي جات إيكيبي بلاكارات، عندك ديال العود تبارك الله ما شاء الله. غادي نعطيك جميع معلومات هاد الشقة، تبع معايا حتى الاخر، تفضل معايا. عندك الشمس، وعندك الفينيسيو، وقريبا لجميع المرافق الضرورية. كما كتشوف الضخة ديال الشقة هي هادي، على الدخلة كاين حمام، عندك باسك، صراحة فيها فصالة واعرة، عندك الصالون اللي جا مطرف، وعندك 3 ديال الغرف اللي جاو مطرفين، ولا كويزين والسيجور. جميع الغرف عندك الشمس، الصالون عندك صباغ ديال الخيال، عندك جوج ديال الباركوات، قدامك عندك زردة، قرب الطاكسيات ديال الكازا. بالنسبة للشقة قريبة لسيد رحال 10 ديال الدقائق، دار أبو عزة طماريس 10 ديال الدقائق، كازا بلونكا 20 دقيقة. كما شفنا الصالون اللي حاليا هو هذا، أونفاس مع الباب ديال الشقة، خدمة نقية، عندك سيجور، الغرف ديال النوم، كاين اختلاف الارض بالنسبه للجليج، عندك الباركو، ان الشقه كلها مسبغة للخيال. عندك مدارس عموميه، بريفيل، مسجد، الحاجه الضروريه قريبه حداك. سويت باغونطال، دوش، عندك حتى الباركو، بلاكار، هذه حاليا اللي كنصور فيها دابا دوزيام ايطاج، اللي الثمن ديالها هو 56 وقابل للنقاش. تروازيام 52 مليون وقابل للنقاش. البروميال 58 مليون وقابل للنقاش. عندك الشمس على جوج جويه. الغرفة الثالثة اللي عندها الشارجم ديالك يشوف لاكور،
عندك حتى المسجد، غادي نمشيو نشوفو المطبخ. هاد السريجم هذا مضوي على السيجور، يعني بلا ما يحتاج تشعل الضو. هيا كوزين زكاخسي، عندك بلاصة ديال التلاجة، الكوزينة جاهزة بالبلاكارات بالكاسري، عندك الرخام مقشور الحوت، عندك الهوز قروي، عندك حتى الكاسري والفران والهواء. بالنسبة للبلاكارات العود، بلاصة ديال الماشينة لافي، نفس المساحة بحال البرومية بحال الدوزيام بحال التروازيام، 87 متر. الثمن مختلف، 58 56، 52 مليون بالنسبة للتروازيام. عناكم الله وأحبكم في الله، الله يسخر الجميع.